بسنوات في العام 2008 عندما تم دفن تقرير لجنة الأونسكوم في صندوق سري لن يفتح إلا بعد 60 عاما، لأن التقرير خلص إلى القول أن اللجنة المذكورة لم تعثر على أسلحة دمار شامل في العراق. لقد تضمن تقرير المدير العام الأخير استنتاجات غير حاسمة مبنية على معلومات تنقصها المصداقية والشمولية، كما أن تقييمه يتناقض بشكل واضح مع تقييم سلفه البرادعي، بما استفهام حول نزاهة تقرير المدير العام الحالي تستلزم منه التوضيح. السيد الرئيس، من الواضح أن استمرار الخلط بين ما هو التزام قانوني لدولة عضو بموجب اتفاق الضمانات وبين ما هو إجراءات طوعية للانضمام إلى البروتوكول الإضافي هو أمر لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويشكل وسيلة أخرى من وسائل الضغط السياسي على بلادي. ونحن نسأل الدول التي تعمل على تقديم غطاء للسلاح النووي الإسرائيلي، وكذلك نسأل المدير العام للوكالة الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذاتها عما قاموا به من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981، والذي مر على اعتماده أكثر من 30 عاما. واسمحوا لي أن أقتبس ما طالب به مجلس الأمن آنذاك في فقرته العاملة الخامسة من القرار المذكور، وسأقرأ باللغة الإنجليزية: Calls upon Israel. يدعو إسرائيل بشكل طارئ، وأكرر بشكل طارئ، بوضع هذه المرافق النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان هذا الكلام الطارئ قبل 30 عاما، ولم تنفذ إسرائيل منه أي شيء. ختاما السيد الرئيس، لقد أفرد المرجع المهم حول التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي والذي يصدره معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي المعروف اختصارا باسم سيبري، أفرد فصلا كاملا لما أسماه القوى النووية الإسرائيلية، ولم يفرد أي فصل أو فقرة أو سطر أو كلمة عن شيء اسمه البرنامج النووي السوري مثلا. وأنا أكرر دعوتي من على هذا المنبر للسيد المدير العام للوكالة الدولية إلى قراءة هذا الفصل واستخلاص العبر منه والتعامل فورا وبحسم مع السلاح النووي الإسرائيلي الذي يهدد أمن وحياتي وسلامة شعوب دول المنطقة جميعا، وذلك تنفيذا لقرارات الوكالة نفسها ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بالسلاح النووي الإسرائيلي. شكرا سيد الرئيس.